أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم، رولات القلاش بالدارسين أو القرفة. يلا مع بعض نبدأ. طبعا كلنا نعرف القاعدة إن عجينة القلاش لازم تكون مغلفة بالكامل وحتى أثناء الشغل فيها، فبفتحها وأقصصها الحجم اللي أنا أبيه. خلوني أوريكم، ما تطلع معك بهالجمال إلا إنك محتفظة فيها. طريقة الحفظ تكون مرة كويسة، ما يدخلها هواء أبداً عشان ما تنشف وتتقطع معك. قطعتها بهالحجم، أنتي قطعيها بحجم الرولات اللي أنتي تبينها، ونفس الشيء القطع هذه راح آخذ منها على 3 حبات والباقي أحفظه بفوطة. لكم راح نبدأ الشغل على 3 شرائح. الشريحة الأولى ندهنها بزبدة أو سمن براحتكم، بس أنا أستخدم الزبدة. والشريحة الثانية وتكون فوقها ملاصقة لها على طول، ونفس الشيء ندهنها بالزبدة، وبعدها الشريحة الثالثة وتندهن بعد بالزبدة. الكريمة انتم تفضلون الحبة الواحدة راح نقطعها إلى قسمين، وبعدين راح نحطها بهالشكل، نثني الأطراف، وبعدين مثل طريقة أي رول نضغط بس الجبنة ونمشيها معنا للنهاية وعلى صينية الفرن. خلصت الكمية كلها وعلى القلاية أو الفرن الكهربائي، بس قبل راح أدهنها بشوية زبدة، زيادة إجرام يعني. وعلى الفرن الكهربائي بولع عليه من فوق ومن تحت، ويكون الخيار البسكوت لأن يبيها تعطيني نفس القرمشة. تبارك الرحمن، انتم شايفين اللون؟ اللهم صل على محمد. شايفين اللون؟ تبارك الرحمن. الريحة شيء عندي هنا، خليط السكر البودرة والقرفة، وبصفاية راح أضيفها كلها وأحاول أني أغلف الرولات كلها بالكامل، وبعدها راح أقلبها وأغلفها بعد. بسوي الآن عندي هنا الصينية اللي قاعها متحرك، راح أرص فيها الأصابع. خلوني بس أبعد شوي عشان تفهمون الفكرة. راح أرص فيه الأصابع كذا بالطول وأرجع لكم.